نشرة إخبارية من قناة المكلا، نستهلها بأبرز العناوين. بريطانيا تعلن عن تعزيز مساعداتها لليمن لمعالجة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. اللواء الزبيدي يطلع على سير العمل في وزارة التربية والتعليم. إصرار على تعقيد أزمة التعليم في حضرموت بإجراء الاختبارات النهائية ومصير مجهول للطلاب. وقفة احتجاجية بالمكلا لمتعاقدي مؤسسة الاتصالات بعد قرار ميليشيا الحوثي بطردهم.